ركلات الحرة التي أدهشت العالم. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. أجمل الأهداف التي يمكن أن تراها تأتي من ركلات حرة ثابتة، وبالطبع هي من تحدد قوة القدم والدقة التي يتمتع بها أي لاعب. فهناك ركلات حرة دخلت الشباك بشكل رائع للغاية، جعلتك تقف من مكانك أو ربما تحاول مشاهدتها مرة أخرى. لذا في هذا الفيديو سنشاهد أقوى الركلات الحرة التي أدهشت العالم. لنبدأ. هنا اللاعب الرائع زلاتان إبراهيموفيتش مع فريق برشلونة يسدد هذه الكرة القوية في شباك بروسيا دورتموند. فانظروا كيف أسكنها الشباك ب
فيقوم بتسديدها بكل قوته لتزرع مباشرة في الزاوية 90 على يمين الحارس، هدف رائع ومميز جدا. من منا لا يعرف أقوى وأسرع ضربة حرة ثابتة في التاريخ؟ نعم، إنها للقدم الساحرة للاعب روبرتو كارلوس، فشاهدوا كيف وضعها في شباك المنتخب الفرنسي بهذا الشكل المميز. ليونيل ميسي ومن ركلة حرة ثابتة، شاهدوا خبثه وكيف أنزلها في شباك الحارس كورتوا، لاعب رائع جدا. هنا هذه الكرة الجميلة والرائعة من كريستيانو رونالدو، فانظروا كيف أنزلها بالزاوية 90 مباشرة على يسار حارس المرمى بهذا الشكل المميز، دقة ومهارة عالية في التسديد. يمكننا أن نرى هنا القدم الساحرة للاعب ديفيد بيكهام، ومن ركلة حرة ثابتة انظروا كيف وضع الكرة في الشباك بهذا الرونق الجميل. كيفين دي بروين وتسديداته السحرية، فانظروا كيف وضع هذه الركلة الحرة الثابتة في الزاوية 90 على يمين حارس تشيلسي. هنا محمد صلاح يقوم بتحريك الكرة بكعبه بهذا الشكل لتصل إلى اللاعب ألكسندر أرنولد، فيقوم بوضعها بالشباك بهذا الشكل الرائع والمميز. هنا لاعب ليفربول يحرك هذه الركلة الحرة الثابتة إلى صديقه الذي قام بتسديد هذه الكرة الصاروخية لترتطم بالعارضة وتنزل في الشباك هدفا رائعا. يا لروعة وجمال هذه الكرة المميزة من اللاعب المخضرم نيمار، فانظروا إلى هذه التسديدة الجميلة وكيف أنزلها في الشباك. هذا اللاعب ومن منتصف الملعب يستغل عدم تركيز الحارس بتسديد هذه الكرة القوية لينزلها في الشباك مباشرة بهذا الشكل. كرة مميزة ورائعة جدا من اللاعب ستيفن جيرارد من ركلة حرة ثالثة، فانظروا كيف وضعها بالشباك بهذا الشكل المميز، هدف رائع جدا. هذا اللاعب هنا قرر التمويه والمرور فوق هذه الكرة ليقوم زميله بوجه قدمه بهذا الشكل بتسديدها ليضعها في الشباك مباشرة. انظروا إلى جمال هذه الكرة المميزة. انظروا إلى أغرب ركلة حرة ثابتة من الممكن أن تشاهدها، انظروا كيف تغير اتجاهها بالهواء بهذا الشكل الغريب لتسكن على يسار الحارس بهذا الشكل. ركلة حرة ثابتة يسجلها أفضل المدافعين في العالم سيرجيو راموس، فانظروا كيف وضعها بهذا الشكل الرائع في الشباك. هذا اللاعب ومن ضربة حرة ثابتة يرسل صاروخية إلى شباك برشلونة، فانظروا كيف دخلت في الشباك بهذا الشكل المميز، هدفا رائعا جدا. كرة في غاية الروعة والجمال تنزل مقوسة في شباك حارس المرمى من لاعب ويست هام يونايتد، فانظروا إلى جمال ورونق هذه الكرة الجميلة. هنا اللاعب الرائع ديبالا ومن زاوية ضيقة يضع ضربة حرة ثابتة في الشباك بتسديدة قوية بهذا الشكل المميز. في نهائيات كأس العالم انظروا إلى هذه الكرة لصالح المنتخب الألماني، فبعد أن قام رويس بتثبيتها بهذا الشكل لتوني كروز ليقوم بوضعها مقوسة ورائعة بهذا الشكل المميز. ركلة حرة ثابتة يقوم بتسديدها اللاعب لامبرد، فشاهدوا كيف وصلت إلى الشباك بهذا الشكل المميز ودخلت هدفا رائعا جدا. تسديدة مميزة من ليفاندوفسكي من ضربة حرة ثابتة، فانظروا كيف وضعها بالشباك بهذا الشكل المميز والرونق الرائع. عندما تنفذ ركلات حرة ثابتة بذكاء فهذا يعني أنها تنفذ على طريقة كيفين دي بروين، فانظروا كيف أنزلها زاحفة أرضية لتسكن الشباك بهذا الشكل الرائع. هنا اللاعب البرازيلي المخضرم جونينو ملك الركلات الحرة الثابتة، فانظروا كيف قام بوضع هذه الكرة الرائعة في الشباك بهذا الشكل المميز. على طريقة كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد، اللاعب راشفورد يضع كرة رائعة للغاية من ركلة حرة ثابتة بهذا الشكل كما ترون.
المباراة التي جمعت أولمبيك ليون وفريق برشلونة يمكنكم مشاهدة هذه الكرة الرائعة للغاية من جونينهو والذي أسكنها الشباك بشكل مميز جدا. شاهدوا إلى سحر رونالدينيو وكيف وضع هذه الكرة في الشباك مستغلا تقدم الحارس لبضعة أمتار. انظروا كيف قام باستغلال هذا الخطأ ووضع الكرة بالشباك بشكل مميز جدا. كان هؤلاء اللاعبين أذكياء للغاية بوضع هذه الركلة الحرة الثابتة في الشباك، فشاهدوا كيف قاموا بتمريرها إلى زميلهم ليقوم بتسديدها ووضعها بالشباك هدفا مميزا جدا. ذكاء عالي من هؤلاء اللاعبين. ركلة حرة ثابتة يقوم بتمريرها اللاعبون الألمان وتثبيتها بهذا الشكل، ليقوم هذا اللاعب بتسديدها بهذا الشكل صاروخية قوية تسكن الشباك مباشرة. يمكنكم مشاهدة روعة وجمال هذه الكرة من ركلة حرة ثابتة لكريستيانو رونالدو الذي سددها بهذا الشكل الصاروخي لتنزل على يسار الحارس هدفا رائعا. يا لروعة هذه الكرة التي قام بتسديدها هذا اللاعب لتنزل في الزاوية 90 مباشرة على يسار الحارس. انظروا إلى جمالها ورونقها المميز. ضربة حرة ثابتة ينفذها رونالدو بشكل رائع ومميز ليسكنها شباك المنتخب الإسباني في مونديال روسيا 2018. شاهدوا جمال وروعة هذه الكرة من الدول. هنا ديفيد بيكهام يثبت لاعبي برشلونة بهذه الكرة الجميلة والمميزة والتي لم يستطع الحارس التعامل معها لتنزل في الزاوية 90 مباشرة. كرة عجيبة ورائعة من رونالدو، فانظروا كيف قام بهذه النظرة الثاقبة بتسديد هذه الكرة من ركلة حرة ثابتة ليسكنها الشباك بهذا الشكل المميز. كرة تخطف الأنظار بجمالها من اللاعب زلاتان إبراهيموفيتش، فعلى بعد 32 متر قام بتسديد هذه الكرة الرائعة ليسكنها الشباك بهذا الشكل المميز. هنا جيمس رودريغيز يضع هذه الكرة الرائعة والمميزة في شباك ريال بيتيس، فانظروا إلى الرونق الجميل والرائع لهذه الكرة المميزة. ركلة حرة ثابتة ينفذها ميسي على أكمل وجه وينزلها في شباك فريق ليفربول، كرة رائعة ومميزة جدا. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.